تبون تعرفون ليش السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية؟ تعالوا شوف ليش. بضغطة زر واحدة بإمكانك التقديم عن فرصة عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص عن طريق منصة جدارة. الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية هي خدمة تمكن المستفيد من دفع المقابلات المالية للخدمات الحكومية عبر المنصات الحكومية وبطرق دفع متعددة. باستخدام الذكاء الصناعي والواقع المعزز بإمكاننا نعرف حالة المركبة وجميع بياناتها. من وزارة الرياضة تطبيق واحد يجمع رحلة المشجع من بداية الفعالية إلى نهايتها. الآن يمكن لجميع زوار المملكة حول العالم إصدار تأشيرة المرور الرقمية. تقدر تسجل ابنك من بيتك في خدمة التسجيل الإلكتروني المخصصة للطلاب الابتدائي.